بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. في البداية نحب بس نفكر برضه إن ربنا يا رب ينصر أهلنا في فلسطين، وأي حد بيتفرج على الفترة دي فهو بإذن الله هتبرع لهم بقدر من المال يعني اللي يقدر عليه. طيب في العموم نبدأ شابتر 4 في الميجرمنت، والهدف برضه إن احنا نحل الشيت، ماليش دعوة خالص بالنظري خلاص، بس عموما للفهم السريع بس احنا عندنا الشابتر ده بيتكلم عن الأخطاء عموما في عمليات القياس. عندي نوعين من الأخطاء، كنترولابل وراندم. الكنترولابل ده هو اللي احنا بندرسه، وهندرس منه 7 عمليات، 7 أنواع من الأخطاء، والراندم دوت مش بنعرف نجيبه فبنجيبه عن طريق الإحصاء، تمام، اللي هو التي ديستريبيوشن، الحاجات اللي احنا قعدنا ندرسها لها علاقة بالتي ديستريبيوشن، بس حتى انت بتبقاش متأكد اصلا اذا كان الراندم اللي انت بتطلعه ده صح او خطأ، يعني مش ينفع كل حاجة تنفع على، يعني ما ينفعش كل العمليات اللي بيحصل فيها راندم اقيسها على مقياس التي ديستريبيوشن، كل واحدة بيبقى لها ديستريبيوشن معين يعني. طيب المهم احنا عندنا في الكنترولبل ايرور 7 أخطاء. الخطأ الأول بيقول لك كاليبريشن، المعايرة، تمام، والمعايرة ان انت بتجيب والله ستاندرز معينة، فالستاندرد دي الستاندرد اللي انت بتجيبها مثلا بتبقى على حسب درجات، في ستاندرد للسوق المحلي، في ستاندرد للسوق العالمي وهكذا. فلو انت جيت مثلا قياس 50 وطلع معاك تبعا للستاندرد المحلي 50.2، ده مقبول محليا، المنتج ده هيبقى مقبول محليا، لكن عالميا ممكن ايه يترفض، ممكن يترفض على واحد من 1000 اصلا، يعني المنتج ده ممكن يترفض على 0.001 عادي. فعلى حسب ده اللي هو بيقول لك فكرة الكاليبريشن، المعايرة، ان انت بتعمل معايره بانهي اجهزه بالظبط، هل بتعمل معايره باجهزه بتقبل ايرور مثلا 1 من 1000، ولا بتقبل ايرور يعني اقصى ايرور ليها اللي هو 1 من 1000، ولا اجهزه اقصى ايرور ليها بيكون 5 من 10 مثلا، تمام. فده الفكره. طيب الحاجه الثانيه اللي عليها مساله هي فكره الامبيشن كونديشنز. الامبيشن كونديشنز اللي هي الظروف المحيطه او الظروف البيئيه، تمام. فديت قال لك لما جم يعملوا الاساسات بتاعه القياس كانوا بيقيسوا دايما في اوضاع معينه. الوضع المعين ده هو ان درجه الحراره تكون 20 درجه سيليزيه، تمام، واللي هي الظروف المحيطه هتكون 20 درجه موجب او ماينس نص، يعني انت ما تزيدش ولا تقل عن نص. عشان كده هتلاقي دايما الايه المعامل مالها بيكون دايما في تكييف مركزي او في تكييف فيها بحيث يقلل درجه الحراره بتاعتها ان هي تنزل تبقى 20، بالظبط دايما التكييف يبقى 20، تمام، لا تزيد عن كده ولا تقل عن كده خلاص. طب موجب او ماينس نص ديت التولرنس، اللي هو فكره ان انت ممكن تسمح بان درجه الحراره تتفاوت بمقدار قد ايه، وان البريشر الضغط الجوي اللي عندك يكون هو الضغط الجوي العادي بتاعنا 1 اي تي ام اللي هو 760 ملم زئبق، ارتفاع عامل الزئبق، والهيوميديتي الرطوبه تكون 10 ملم زئبق، تمام. الكلام ده هتظبطه في المعمل. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ كل ما في الموضوع قال لك الاول ان هو يعني اكتشف ان انت لو قست في اماكن مختلفه طبيعي يطلع عندك ايرور، تمام، يعني لو قست تحت ضغط مختلف، رحت فوق جبل مثلا وتقيس، ففوق جبل الضغط بيبقى اعلى من اسفله، تمام، او اعلى او اعلى من اسفله، فبالتالي الفكره دي هيبقى كده هيحصل عندك ايرور في القياس. المهم لقى ان اكتر عامل بيأثر عنده هو مين؟ درجه الحراره. يبقى اكتر عامل لما يجي لك سؤال يقول لك ايه اكتر عامل بيأثر في القياس، او ايه العوامل من العوامل بتاعت الامبيشن كونديشنز او من العوامل اللي بتسبب ايرور، يبقى التمبريتشر من ضمنه خلاص. طيب قال لك احسب بقى يعني ايه الفكره، ازاي احسب الخطا اللي هيظهر نتيجه التمبريتشر. قال لك بص احنا في العادي ان احنا عندنا شغله وعندنا مثلا بلوكات القياس، لو تفتكر الشابتر واحد كنا بنشرح فيه بلوكات القياس ازاي بنرصها فوق بعض في شيت واحد، وازاي لازم تبقى 2 واحد من 100 ومش عارف الحاجات اللي احنا قعدنا نظبطها دي. عندك بلوكات القياس والشغله ذات نفسها، الشغلة دي المفروض كانت تبقى تحت درجة حرارة 20 موجب أو ماينس نص، وبلوكات القياس تحت درجة حرارة 20 موجب أو ماينس نص. حلو، في الغالب بنسبة 90%، هل ينفع تكون الشغلة دي مثلا لو حصل خطأ وأنا طلعت بقيس الشغلة دي عند درجة حرارة في شمس مثلا أو حاجة، فبقيسها عند درجة حرارة 25 أو 26 أو أي حاجة خلاص، هل ينفع بلوكات القياس أقيسها عند درجة حرارة مختلفة؟ يعني يكون في نفس المكان اللي سبب ان الشغله دي يبقى درجه حرارتها 25 يسبب لي ان البلوكات دي يبقى درجه حرارتها مثلا 30؟ لا، هو هيبقى نفس درجه الحراره تقريبا، ده في الغالب يعني بنسبه 90%، تمام؟ يعني دي بقت 25 يبقى دي بقت 25، يبقى التغير في درجه الحراره، تمام. فرق درجه الحراره اللي بين الشغله والدرجه الاصليه وبين
درجة الحرارة وصلت لها الأدوات القياس والدرجة الأساسية بيكون دايما في الغالب برضو مش دايما ثابت. خلاص؟ خلاص؟ تمام. تمام. حلو. أول حاجة بيقول لي إن المعادلة اللي عندي بتقول لي إن الإيرور اللي في اللي بيحصل فيه ال L، لو تفتكر دي كانت الأنسرتينيتي، هي نفس المعنى تقريبا. الإيرور بيعبر عن نفس معنى الأنسرتينيتي. طيب، فبيقول لي إن دي معناها المرة دي الإيرور في الشابتر ده بتاع الطول هيساوي الطول الأصلي اللي عندك. فالطول الاصلي مثلا 550 ايا كان، تمام، مضروب في الفا. الفا ده عباره عن ايه؟ قال لك ده الكوفيشنت اوف اكسبانشن للورك بيس. حلو. يعني الورك بيس دي مثلا من الستيل، فليها كوفيشنت اوف اكسبانشن معين، لكن الميجرمنت اللي هي الادوات القياس بتبقى مثلا من الالومنيوم، فليها كوفيشنت اوف اكسبانشن تاني. خلاص، جميل. في دلتا تي 1 ودلتا تي 2، قال لك دلتا تي 1 دي هي احنا قلنا دي الكوفيشنت اوف اكسبانشن بتاع الورك بيس، اكيد هتتضرب في التغير في الحراره بتاعت مين؟ الورك بيس. جميل. التغير في الحراره بتاعت الورك بيس ده اللي هو ايه؟ الورك بيس اللي عندي حاليا عند درجه حراره 25 والمفروض كانت تبقى عند درجه حراره 20، يبقى التغير بتاعها بكام؟ بخمسه. خلاص؟ طيب، دلتا تي 2 قال لك برضو دوت عباره عن، احنا قلنا ده كوفيشنت اوف اكسبانشن بتاع الميجرنج اكويبمنت، يبقى دوت بيتضرب في التغير في الحراره بتاع مين؟ بتاع الاكويبمنت، بتاع الميجر اكويبمنت اللي عندي. طيب، التغير في الحراره بتاع الاكويبمنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن درجه الحراره اللي هو عندها دلوقتي ناقص درجه الحراره الاساسيه اللي كان المفروض يبقى عندها. طيب، هل ده مش ده معناه، بما انه قلت لك 90% تمام، ان درجه الحراره بتاعت الورك بيس لو عليت بمعدل معين درجه الحراره بتاعت المين؟ بتاعت الميجرمنت اكويبمنت بتعلى بنفس المعدل. مش ده معناه ان دلتا تي 1 بنسبة 90% برضه في المسائل هتساوي دلتا تي 2؟ صح؟ جميل. يبقى انت فاهم الحتة دي ليك انت. طيب، المسألة اللي هنا وهي هي المسألة اللي في الشيت، ما اتغيرتش. خلاص؟ بيقول لي ان انا عندي الومنيوم، صح، لحظة، انا عندي الومنيوم كومبوننت. خلاص، الدلتا ال ال بتاعته اللي اسف الفا ال اي ال اللي هو الكوفيشنت اوف اكسبنشن ب 23 مايكرومتر على السيليزيوس في المتر، وركز ان الوحده دي كام؟ مايكرومتر ومتر، عشان نسيت اخلص الوحدات بس بالمره. الوحده بتاعت الالفا واحد دي بتبقى مايكرومتر على السيليزيوس في المتر، يبقى مايكرومتر على السيليزيوس في المتر، السيليزيوس تحت والمتر هنا. خلاص، جميل. طبعا حد يقول لي دي متر ودي متر، مكان المفروض ممكن، انا عارف، بس هو بيحب يكتبها بالصيغه دي عشان يعبر لك عن كل ما ارفع درجه الحراره واحد درجه مئويه بيزيد الطول اللي عندي بطول قد كذا. خلاص. طيب، في دلتا تي، دلتا تي ديت بالسيليزيوس. خلاص، فالسيليزيوس هيطير مع السيليزيوس، هتبقى لي هنا متر وهنا مايكرومتر. الطول ده لازم يبقى بكام عشان يطير مع مع المقام؟ الطول ده لازم يبقى بالمتر برضه، يتبقى لي ان دلتا ال اللي بتطلع بتبقى بايه؟ بالمايكرومتر. تاني، نتيجة الطرح ده كله هو نفس المعنى، هيطلع لي برضه المايكرومتر على السيليزيوس في المتر، مضروب فين؟ في السيليزيوس، كده كده جوه القوس، السيليزيوس بيطير مع السيليزيوس. لو خليت ال ال بالمتر يبقى انا بطير المتر مع المتر، يطلع لي النتيجة بكام؟ بالمايكرومتر. طيب، تعالى نرجع للمساله. انا عندي الالفا اي ال ده بتاعت الكومبوننت، الكومبوننت ده هل دوت وحده اداه القياس ولا دوت الشغله؟ كلمه كومبوننت يعني الشغله. خلاص، فقال لي ان الالومنيوم الكومبوننت بتاعي ب 23 مايكرومتر على سيزس في المتر was found to be exactly 50 ملم لونج. الطول بتاعها الاكزاكت اللي بالظبط كام؟ 50 ملم. وركز بقى ان هنا دوت الطول الفعلي، الاكزاكت بتاعي 50 ملم. طيب، بنقول وين كومبيرد ويز بلوك جيج الفا، تاني دي البلوك جيج، البلوك جيج دي اداه القياس من الستيل، والستيل بتاعي كان الالفا بتاعته اللي هو كوفيشنت اوف اكسبانشن ب 11 مايكرومتر على السيليزيوس في المتر. طيب، انترناشونالي اجريد ستاندرد فاليو اوف تمبريتشر، هو ايه الانترناشونالي اجريد ستاندرد فاليو اوف تمبريتشر؟ هو بيقول لك ان الطول طلع بتاعي بالظبط 50 ملم لما كنت عند درجه الحراره الانترناشونال اللي هي انهي؟ ال 20، دي الدرجه الاساسيه اللي احنا بنقول عليها الانترناشونال، بيقول لك قيس عند 20.
فبيقول لي ايه اللي هيحصل لو انا قست نفس الحاجه دي عند درجه حراره 25، ميجرد اجينست ذا جيج، لو الجيج اصبح 25 ديترماين احسب لي الاوبتيند ميجرد سايز، احسب لي الميجرد سايز اللي هيحصل. يبقى تاني كانت 50 لما كنت عند ال 20، لما بقيت بيس عند 25 هتطلع بكام؟ هتقول له القانون بيقول لي ان طبعا دلتا تي 1 زي ما قلت لك بنسبه 90% بتساوي دلتا تي 2، بتساوي 25 ماينس 20 بتساوي 5 سلسلس. طيب الدلتا ال اللي هي الخطا عباره عن ايه؟ عباره عن ال اللي عندي مضروب في الدلتا في الالفا 1 او الالفا 1، لحظه. طيب الفا 1 تساوي الفا 1 في دلتا تي 1. طيب دلتا تي 1 بتساوي دلتا تي 2 بتساوي كام؟ ال 25 اللي انا بيس عندها دلوقتي ناقص مين؟ الانترناشونال اللي هي بكام؟ ب 20. يبقى 25 ماينس 20 بيديني 5، تمام؟ و ال ال اللي عندي بكام؟ ال ال اللي عندي ب 50. طيب والالفا 1 جيفن والالفا 2 جيفن، فتروح كاتب له 50. ال 50 دي 50 كام؟ ملي، وانا لازم احولها لايه؟ لمتر عشان تظبط مع الوحدات اللي جوه. دي ملي لازم احولها لمتر عشان تظبط مع الوحدات اللي جوه، كنت لسه بشرحها لك ان دي بتطلع بالمايكروميتر على المتر، دي كلها كده بتطلع بالمايكروميتر على المتر لما بتضربها في السيليزيوس. تضربها في المتر تطير المتر مع المتر، لكن لو ضربت في ملي متر هيطلع لك ايه؟ هتبقى وحدات قياس مختلفه، ما ينفعش، لا يجوز. تمام. طيب فتروح تقول له ان انا عندي 50 على 1000 ديت عشان حولتها بالمتر في الدلتا ال ال 1 اللي هي بتاعه الكومبوننت 23 في 5 ماينس دلتا ال ال 2 للاسف الالفا 2، اسف الالفا 2، ودي دلتا تي اصلا ما اعرفش بقول دلتا ال ازاي. الفا 1 اللي هي 23 في دلتا تي 1 اللي هي ب 5 ناقص الفا 2 في دلتا تي 2 11 في الدلتا تي 2 ب 5. 5 دي جت منين تاني؟ انا بقيس عند 20 كانت ب 50 بالظبط. طب لما اقيس عند 25 يبقى 25 ناقص 20 بنسبه 90% في المسائل بتدنيها ان درجه الحراره بتاعه دلتا تي 1 بتساوي دلتا تي 2، هتطلع بكام؟ ب 3. القيمه دي لما تتحسب 3 مايكرومتر و3 من 100 لما تيجي تحولها للمليمتر تطلع 3 من 1000، اسف، مليمتر. خلاص الكلام ده فيه مشكله؟ يبقى الاوبتيند ميجرد سايز، يبقى الرقم اللي هيطلع لي لما اجي اقيس عند درجه حراره 25 هيساوي 50.003 ملم، تمام؟ طب انا حولت هنا ملم عشان اجمع على ال 50 ملم زي ما كانت. طب هنا في القانون ده حولت 50 ليه؟ حولت 50 في لو الاول، هنا سبتها، لو سبتها تطلع في النهاية 3 من 3 من 1000. هتطلع 3 من 1000 ملم. لا أكيد لا لا، بص جرب كده، 50 في افتح قوس 2 3 في 5 ماينس 11 في 5، هو هتطلع الرقم، هو هيبقى 3 بس هيبقى فيه علامات مختلفة، طلعت ب 3000، تمام؟ فأنا تمام. بقول لك أصلا الوحدة، هو جيفن الوحدة بمايكروميتر، دي كده الوحدة بتاعت دي عبارة عن مايكروميتر على سيليزيوس في المتر، حلو؟ وديت بالسيليزيوس، فالسيليزيوس بيطير مع السيليزيوس، طبعا الوحدة دي هي هي الوحدة دي عشان أعرف أطرحهم من بعض. فيبقى كده أنا عندي الوحدة الكلية اللي بتطلع من دي بكام؟ بالمايكروميتر على المتر. يبقى لما اجي اضربها في اللي جنب منها لازم عشان الوحدات تبقى متناسقه يبقى دي برضو لازم تبقى بالمتر، يا اما حول دي المليمتر. طبعا انت مش هتقعد تحول دي المليمتر، حول الاسهل لبره المتر وخلاص، فتطلع لي الوحده بكام؟ المتر هيطير مع المتر، هيتبقى لي المايكروميتر، تبقى عارف ان الوحده اللي بتطلع بالمايكروميتر، يبقى انا حول دي للمتر، الوحده اللي هتنتج مايكروميتر. طب عشان احول مايكروميتر لمليمتر، طب بحول ليه المليمتر هنا بقى تاني؟ عشان لما اجي اجمع اقول له ان السايز اللي عندي، انا كان عندي دي 50 ملي متر اصلا، خلاص. المايكروميتر معروف ان هو 10 اس سالب 6 من المتر، والمتر معروف ان هو 1000 ملي متر، يبقى تضرب في 10 اس سالب 6 في 1000 هتديك 10 اس سالب 3، يبقى دي 3 في 10 اس سالب 3 تبقى 3 من 1000 ملي متر. يبقى تاني عشان احول دي الملي متر اعمل ايه؟ يبقى 3 المفروض احولها للمتر الاول، 10 اس سالب 6. طب دي اتحولت لمتر، انا عايزها ملي متر، المتر عبارة عن 1000 ملي متر، يبقى هضرب فيه 10 أس 3 وكده بقت اتحولت لملي متر. لما تيجي تعمل ده على الحاسبة أو بإيدك أو بأي حاجة تطلع دي 3 في 10 أس سالب 3، 3 في 10 أس سالب 3 اللي هي كام؟ 3 من 1000 ملي متر، خلاص؟
دي هي مسألة الشيك بالظبط، تمام، مفيش حتى ما اختلفش أي حاجة. بيقولك إن أنا عندي دي ألمونيوم أهو نفس الحاجة اكزاكتلي، لما جيت أقيس اكزاكتلي طلعت 50 عند الانترناشونال أجريد، ولما عايز أقيس بقى عند 25 قول لي الأوبتيند ميجر سايز، وركز إن هو مش عايز الإيرور، هو عايز الأوبتيند ميجر سايز. فالأوبتيند ميجر سايز ده عبارة عن السايز القديم زائد الإيرور، خلاص؟ جميل. طيب الحاجة التانية، عندي حاجة، الحاجة التانية اسمها alignment principle. الالاينمنت برنسبل ده نوع تاني من انواع الخطأ. احنا خدنا الخطأ الاول اتكلمنا عنه شوية، الكاليبريشن بسرعة، والامبيشن خلاص اتكلمنا عنه بسرعة. المس الاينمنت ايرور او الالاينمنت ايرور هو ده النوع التالت. النوع التالت ده فيه نوعين من المسائل، تمام، او ثلاثة مش متذكر، لحظة، في ثلاث انواع من المسائل خلاص، وهم دول الثلاث مسائل اللي في الشيت الباقيين، تمام. الالاينمنت برنسبل ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي في واحد اسمه ابي، ابي ده قال لك انك عشان تقيس اي شغل عندك، لو انا عندي خط مستقيم كده ايا كان، معلش اعتبره خط مستقيم، وعايز اقيسه، فلما تيجي تحط المسطره لازم اول جزء في المسطره يكون هنا، واخر جزء في المسطره منطبق على الخط المستقيم ده، تمام. بيقول لك ان الاكسس اور اللاين بتاع الميجرمنت، خط القياس اللي عندك، لازم يكون شود بي كونسيدنت كونسيدنت دي ايا كان معناها، متطابق with the measuring scale، مع الجزء اللي انا عايز اقيسه، مع السكيل اللي انا عايز اقيسه، اور في او يكون متطابق مع الايه، الميجرمنت اكسس، الاكسس اللي هو ايه، الخط بتاع القياس. يعني من الاخر لما تيجي تحط مسطره تكون متطابقه مع الخط اللي بتقيس عليه، خلاص. اوف ذا ميجرنج انسترومنت ل اسمه جهاز القياس. طيب بيقول لي النوع الاول مثال على كده، هيديني ثلاث امثله. اول حاجه اسمها الانجريفد سكيل. الانجريفد سكيل دي اللي هي المسطره المدرجه اللي عندنا، تمام. قال لك لو انت جيت عندك مسطره مدرجه بالشكل ده، وجيت المفروض ان انت بتقيس على الخط الافقي ده اللي هو الخط ده كده، فانت يا باشا لسبب ما ايا كان رحت ميل، يعني حصل ان انت ما خدتش بالك والمسطره مالت، طبعا مش بتميل 3 درجات ولا 4 درجات، ده هنا بس مكبرها، هي بتميل مثلا لو مالت 1 من 10 ديجري، فاهمني، اللي هو مالت ميل خفيف خالص، حصل ان الجهاز بقى بيقيس على الخط ده، ايه اللي يحصل؟ يقول لك مثلا لو انا عندي حاجه بالشكل ده، فالنقطه دي هي المسافه مثلا من هنا لغايه هنا، ديت الترو، تمام، او ديت، اسف، الميجرد لينس مثلا، المسافه من هنا لغايه هنا دي الميجرد لينس، والمسافه من هنا لغايه هنا دي مين؟ السكيل لينس. السكيل لينس ده اللي هو مين؟ ده اللي موجود على جهاز القياس. مين فيهم اللي فيه الخطأ؟ الميجر، لكن اللي على جهاز القياس ده ترو بالنسبة لي، تمام؟ تمام. طيب فقال لك لو جيت عملت مثلث، طبعا هي مايلة بزاوية سيتا، هتعمل مثلث بالشكل ده، هتلاقي ان دي تاخدها بشكل عمودي من هنا، ودي متوصلة كده افقي تاني، ده كده مين اللي على ال LS اللي هو الترو، تمام، وده الميجر اللي هو مين، ال L، ودي الزاوية اللي هي مالت بيها السيتا، والعمودي من على الترو لحد ما نوصل للميجر، تمام. يبقى انا لما جيت اقيس قريت الميجر ده، والميجر ده مش ده الصح اصلا، ده انا المفروض ان انا اللي بقيسه فعلا، انا بقيس الحاجة ال LS دي، فده الترو اللي انا بقيسه فعليا، الخط ده هو اللي انا بقيسه، يعني من الاخر انا بقيس خط مال بالزاويه دي، مش بقيس خط مستقيم كده، فده قياس وغير قياس. ده قال لك حلو، قال لك انا عايز بقى اعمل ان القانون اللي عندي من الاخر بتاع الايرور، اي ايرور عباره عن ايه؟ عباره عن الميجر ناقص الترو. مين الميجر ده؟ قلنا الميجر ده هو ال L، يبقى ال L دي الميجر ماينس الترو اللي هو ال S. طب انا عايز اخلي القانون ده معلش كله كداله في L، اعرف اعملها؟ قال لك ال L اهي ناقص ال اس، دي عباره عن ايه؟ هقول له مش الزاويه دي سيتا، وكوزاين سيتا بتساوي ايه؟ مجاور على وتر، كوزاين سيتا بتساوي ال اس اللي انا بقيسها فعليا، ده المجاور على الوتر المقابل للزاويه 90 اللي هو ال. يبقى انا لما اكون عايز اجيب ال اس هتبقى عباره عن ال كوزاين سيتا، صح؟ ال كوزاين سيتا. يبقى مين الترو؟ انا بقيس على الخط المايل، المفروض ان انا المسطره كانت تبقى بتقيس الخط ده، بس انا فعليا اللي انا عايز اقيسه كان الخط ده، فحصل ايرور، الايرور ده عباره عن الخط اللي انا كنت عايز اقيسه وقيسته غلط، ناقص الترو اللي اتقاس، تمام؟ تمام. ال ده الخط اللي انا كنت عايز اقيسه، ناقص ال كوزاين سيتا ده اللي انا عايز، ده اللي اتقاس، خلاص؟
يبقى ال كوزاين سيتا ال ماينس ال كوزاين سيتا اسحب ال عامل مشترك تديك واحد ماينس كوزاين سيتا. واحد ماينس كوزاين سيتا ده بنسميه كوزاين ايرور، ده ايرور اسمه جه نتيجة وجود كوزاين في الزاوية، وجود جيب تمام مش جيب خلاص. طيب هنعرف بعدين ليه هو تمام. عمال يشرح على حتة الكوزاين دي، في خطأ معين هنوصل له هيبقى في ساين وكوزاين، بس احنا طول ما احنا شغالين على انجريفد سكيل فدوت ال في واحد ماينس كوزاين سيتا. ايه المشكلة هنا بقى؟ ايه المشكلة في المسائل دي؟ انك تعرف هل هو بيديك الميجرد ولا بيديك السكيل. وركز عشان الكلام خادع في الجمل دي، ممكن يقول لك كلمة ميجرد دايركت في السؤال بس هو يقصد بيها ال اس، فاللي بيوضح هو التركيبة الانجليزي اللي هو كاتبها. تمام؟ طبعا دي ما دخل بعدها الله. ماشي، نخش على الشيت نحل المسألة بتاعته. بيقول لك ان ذا ميجرنج لينث اوف 5 كومبوننتس يوزنج انجريفد سكيل. بص هو مديك كلمة ايه هنا؟ ميجرنج، فانت تقول بس دي ال دي الميجرد، صح؟ صح ولا غلط؟ جميل. The reading on the scale are الريدنج اللي على مين؟ على السكيل. يبقى الريدنج اللي طالع معايا ده ريدنج على السكيل ولا ده الميجر؟ لا ده الريدنج اللي على السكيل. لحظة معلش لحظة معلش اسف، عشان بس هنا في غلطة المفروض ديت ال اس، لا دي ال اس عادي، لحظة تانية معلش معلش اسف. بص ديت ال ال، اسف دي ال ال اللي هي الميجرنج. تمام؟ طيب تاني معلش، هو بيقول لي ان انا عندي الميجر، عملت ميجر لللينس دي، الريدنج اللي طلع لي على السكيل كان ب 100 و200 و300 و400 و500 على حسب الاطوال خلاص، والانجل اللي حصلت ب 5. فانا هكتب له القانون الاول بتاع الايرور بيساوي مين؟ ال في 1 ماينس كوزاين سيتا. تاني دي ال ولا ال اس؟ هعرف منين؟ هو بيقول لي ان الريدنج القراءات اللي انا قراتها دي طلعت لي بقد كذا من السكيل، طلعت لي بقد كذا، يعني انا قريت على السكيل، قريت على التدريج، السكيل دي معناها التدريج، قريت على التدريج اللي عندي تمام، ولقيت ان القراءه طلعت ب 100 وكان في زاويه، يعني هو بيقول لي لو في زاويه او هو كان في زاويه وساعتها طلعت القراءات دي، يبقى طلعت القراءات دي لما كان في زاويه، يبقى ده كده الترو ولا اللي هو الميجر؟ ده الميجر عشان تمام كان في زاويه، والزاويه هي اللي سببت لي ان انا اشوف الطول ده ب 100. ما انت كده كده في الحالتين هتقيس من على السكيل، امال هتقيس من ايدك؟ ما انت في الحالتين هتشوف القراءة بتاعتك على المسطرة اللي هي السكيل تدريج. تمام؟ فال ال اللي عندي دي ال ميجر، فهتعوض مرة هو بيقول لك طلع لي كل ايرور من دول، تعوض لي مرة هنا ب 100، 100 في 1 ماينس كوزاين 5، دي السيتا جاهزة كده كده ما بيلعبش فيها، فتبقى 100 في 1 ماينس، عشان بس عايزينها في حاجة، كوزاين 5 هتطلع لك بكام؟ لحظة، بواحد وسبع، هي ازاي دي؟ انا عامل راديان معلش انا اسف، عامل الحسبة راديان، 3 كنت بحل حاجة معينة، 100 في 1 ماينس، والناس دي دعوة عامة الناس اللي تكون ناسية في الامتحان وسايبة الحسبة راديان، كوزاين 5 طلعت بكام أول مرة؟ بي بوينت 3 8 0 5 3. طيب الإيه المرة التانية دي لما كانت 100؟ طيب لما كانت 200 الايرور اللي هيطلع في القياس بتاع 200 بكام؟ هقول له الايرور بتاع القياس 200 عبارة عن 200 صح؟ في 1 ماينس كوزاين سيتا. أنت متوقع إنها دي كانت 100 في الأول، لما تبقى 200 المفروض تعمل إيه؟ الرقم ده اللي هيحصل له هتضاعف، بس ده كل ما في الموضوع. جميل؟ فيطلع بوينت 7 6. طب لما تبقى ايه ب 300؟ يبقى الرقم الاولاني هتضرب في 3 وهكذا خلاص. طيب حلو، بيقول لي اللي بعدها بقى اعمل لي الريليشن بتوين الانسيديوس ايرور اللي هو الايرور المقاس تمام والميجرد سايز وال ال الميجرد اللي عندي تمام، اللي هو ال ال بس اللي هو ال ال دي تمام. فاقول له جميل، هتروح عامل له بتاع بياني كده، رسم بياني، وتقول له والله انا كان عندي الميجر ب 100، كان عندي الميجر ب 200، كان عندي الميجر ب 300، كان عندي الميجر ب 400، كان عندي الميجر ب 500.
جميل جميل. مشكلتك في ايه؟ وانا بحط على محور اكس دي اول حاجة خالص بكام؟ بوينت 3.8. فممكن لو انت عايز توريله ان انت راجل يعني هتكوركتور، تروح عامل له ان المقياس بتاعك على محور اكس بوينت 3.8 بوينت 7.6 وهكذا. تمام 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 وتروح طبعا تقاطع تقاطع، هيطلع لك ماله خط عامل ازاي. طبعا سيبك من الصفر، ما انت ما قستش صفر، انت بتقيس من عند المية على طول، اول نقطة تبقى دي صح، وتروح عامل خط عامل كده، ده اللي هيطلع معاك خط مستقيم مايل، لان كده كده دول العلاقة بينهم ان كل واحدة بتضرب في التانية بتضاعف تتضاعف تمام تتضاعف وهكذا. طب لو حليتها زي ما هنا كانوا بيحلوها وخدت المقاس اللي عندك، طبعا هو عمل مقاس مختلف بس خدت المقاس بتاع الايرور، مش فارقه الايرور فين والريدنج فين، يعني الاثنين اعتقد هيبقوا صح تمام يعني، بس اعتقد يعني دي هتبقى افضل ايا يكن يعني. المهم وعملتها 2 من 10 4 من 10 6 من 10 8 من 10، فانت مش راجل كوريكتور وهتعرف توقع لي بوينت 3 7 اللي هي تحت 4 من 10 بالظبط، فتروح تبين له ان انت ايه في لا في ديلي بعيد عن الخط شويه، وانت بتوصل الخط اقرب نقط توصل بين اقرب حاجه توصل بين الخطوط دي هي مين؟ هي خط مستقيم. ده اللي احنا بنقوله في القراءات تمام بتاعت المعامل، ان انت بتقيس الحاجات بالظبط، فانت بيطلع لك نقط كده. فاكر الحوار بتاع التوزيع العشوائي والجو ده؟ وانت بتمثل اقرب حاجه للنقط دي. بس فيا اما تسيبها زي ما انا بقول لك اللي هي بوينت 3 7 بوينت، لانك عارف ان هي كده بتتضرب في اتنين على طول، يا اما تكون اللي هو يعني شغل دماغك وحاول تستسكى شويه. المهم اللي كانت هنا هو بيقول لك ان انا بقيس تاني عشان بس الجمله تبان، بقيس 5 ابعاد، والخمس ابعاد نتيجه ان اف لو لما كان في زاويه يعني طلع معايا الاطوال بالشكل الفلاني، فيبقى ال دي هي ال ميجر، ال التانيه اسمها ال سكيل، بتبقى على السكيل. طب لو انا عايز اجيب ال سكيل هقول له والله الايرور اللي عندي ده اصلا كان عباره عن ايه؟ عباره عن ال ماينس ال سكيل، الميجر ماينس السكيل، يبقى لما عوز السكيل ادي ده عكس اشاره تساوي ال ماينس الايرور خلاص في كل واحد. ده لو كان عايز ال ميجر، لو كان عايز ال سكيل، اسف ال تمام اللي المفروض تطلع على السكيل الترو يعني. طيب بعد كده النوع الثاني، طبعا احنا ده كله لسه في مين؟ في الالاينمنت برنسبل او في الميس الاينمنت ايرور، فخدنا منه الانجريف. النوع الثاني في الميس الاينمنت ايرور لو عندي ديل انديكيتور، وكنت بشرحها في شيت 2 يعني ايه ديل انديكيتور، بس تاني للتأكيد انت بيبقى عندك جهاز بالشكل ده، والجهاز ده المفروض يمشي على السطح المستوي مثلا يثبت، لو هو لو انت مثبته او هو بيتحرك على قراءة 40 يدنيه ثابت على ال 40 دي ما يتغيرش لو السطح ده مستوي 100%. تمام تمام بيحصل خطأ امتى؟ لو انت مغير المحور بتاع الشغلة او فيها محور، وقلت لك لو الشغلة بقت بالشكل ده مثلا وانت عايز تعدلها هتخبط بالشاكوش اللي هو البلاستيك ده بالراحة لحد ما تخلي السطح يبقى كده يبقى مستقيم والقراءة ما بتتغيرش تقريبا خلاص. طيب برضو ايه الخطأ التاني اللي ممكن يعمل؟ لو الانديكيتور ده بقى ذات نفسه واخد زاوية هو بيقيس مش ثابت، تمام تمام؟ فقال لك الزاوية اللي عندك، الزاوية اللي عندك اللي هتنتج دي الانديكيتور المفروض كان يقيس بالوضع ده، فده مين؟ ده الوضع الترو، وده الوضع مين؟ الميجرد، بنفس القانون بتاع المرة اللي فاتت على فكرة، بنفس كل حاجة، ان انا عندي ده الترو وده الميجرد. طيب الميجرد اللي عندي اللي تاس بكام؟ بال، ده اللي انا عرفت اقيسه. طيب ساعتها الترو اللي المفروض يتاس بكام؟ نرجع تاني، كنا بنقول ان دوت اللي تاس الميجرد، وانا عايز اجيب الترو اللي هو المفروض لما كان الميجرد، لما كان الانديكيتور المفروض كان يبقى عمودي، هيبقى كام؟ دي الزاويه سيتا، يبقى تاني دوت كده الوتر، يبقى ال ده الوتر المفروض مجاور، يبقى ال ميجرد يعني ايا كان، او ال سكيل ايا كان الاسم اللي هنسميه، وده بيساوي كوزين سيتا، يبقى لما اكون عايز ال ميجرد يبقى ال كوزين سيتا صح؟ او ال سكيل يعني ال ترو. تمام جميل. يبقى المفروض الخطأ في القياس عبارة عن ايه؟ عبارة عن الطول ده ناقص الطول ده، هو نفس الفكرة، الميجر ده يطلع ال ماينس الترو ال كوزين سيتا، يبقى ال في واحد ماينس كوزين سيتا بنفس السكة بالظبط. طيب في هنا بس سكة بسيطة بيقول لك، عشان لانه بيسأل في بيجي لك في الامتحان يقول لك ازاي اقدر انهي يعني اقلل الايرور ده، ازاي اقدر اقلل الايرور ده؟ تمام. فقال لك ببساطه ان انت لازم تخلي البلانجر بتاع الديل انديكيتور ده اسمه بلانجر خلاص، لازم تخلي البلانجر تخليه نورمال على السيرفيس ان بوث ماتشوال بيربنديكولار بلين. يعني ايه؟ يعني انا عندي السيرفيس اهو
فانا اخلي الانديكيتور اللي عندي يكون عمودي كده، له مايل على البريبنديكولر ده، مش ده بلين، ما يميلش الناحية دي لا يمين ولا شمال، وما يميلش في الاتجاه ده يمين او شمال. خلاص تمام، فهمت تمام. حاجة؟ بس هو ده هتكتبها له، هتكتب له الجملة دي عموما لما يقول لك انا عايز اقضي على البتاع، تقول له ان البلانجر ماست بي نورمال تو ذا سيرفيس. تعال نشوف مسألة برضو على الموضوع ده. طيب المسألة اهي بتقول لي ان انا عندي الكومبوننت ايه، ان تشيكينج ذا كومبوننت ويز سايز اوف 100 ملم. ركز بقى، هو بيقول لي ان انا بعمل تشيك على كومبوننت، الكومبوننت ده كان المقاس بتاعه كام؟ 100 ملم. ده كده الطول اللي عندي، هل ده الطول الترو الحقيقي ولا الطول المقاس؟ ده الطول الحقيقي، لا ده ده الحقيقي. الحقيقي تمام. الحقيقي ده اللي هو كان ايه، اقول له كان بفرض هنسميه ال ام مثلا، كان عبارة عن الطول المقاس كوزين سيتا، صح؟ مش ده كان القانون بتاعه لما كنت بقول لك فيه مثلث كده، ده الميجرد وده الترو ودي سيتا، صح؟ فده انا معايا الترو ده اللي هو عبارة عن ال كوزين سيتا، اصلا الكلام ده بيساوي كام؟ 100. هو بيقول لي ان انا معايا كومبوننت، معايا مكون تمام، او معايا شغلة، الشغلة دي طولها 100 ملي متر، ده اصلا قبل ما اقيس، بس انا بعمل تشيك بيها على الديل انديكيتور. الميجرنج اكسس اوف انديكيتور ويز ميجر، يعني بقى عندي الميجرنج اكسس بتاع الانديكيتور مال للاسف في زاويه 3، حصل عنده زاويه 3. الميجرنج اكسس اوف انديكيتور از انكلايند ويز ذا ميجرنج اكسس اوف الكومبوننت، حصل له انكلاينيشن اللي هو ميلان عن الكومبوننت اللي هو كان طوله 100 كده كده تمام بزاويه 3. احسب لي الانسيديوس ايرور اللي هو الايرور اللي هيحصل، وهاو تو اليمينيت ذيس ايرور. فانا لو جيت تكتب لي كده القانون بتاع الاي اللي بتساوي ال في 1 ماينس كوزاين سيتا، هقول لك يا باشا ما ينفعش تعوض عن ال بكام؟ ب 100. ده غلط، لان دي مش ال، ده ال كوزاين سيتا هي اللي بكام؟ ب 100. لكن ال بس بكام؟ 100 على كوزاين التلاتة، تمام؟ يبقى 100 على كوزاين التلاتة هتطلع بكام؟ ب 100. دي كده ب 100 بوينت 1372. هو الشابتر سهل جدا والقانون اهو، انت ما غيرتش القانون ده، والقانون الاول بتاع الحرارة ده ما فيهوش حاجة، فانت ما بتعملش حاجات كتير. في 1 ماينس كوزاين التلاتة، عارف الكلام ده هيطلع بكام؟ بوينت 1372. عارف ليه؟ لان انت المفروض كنت لما جبت اصلا القيمه بتاعت ال ال ب 100 بوينت 1.37 تقول لي ان الايرور عباره عن ايه؟ عن الترو ماينس الميجرد. انا معايا الترو اللي انا جبته لسه حاسبه بالحسبه بتاعت 100 بوينت 1.3، والميجرد هو مدوني بكام؟ ب 100. هي نفس المعنى بتاع القانون على فكره، فاهم حاجه؟ تاني اهم حاجه في الشابتر ده انك تقرا انجليزي عدل، تركز وانت بتقرا الانجليزي. انا نعم انا في البتاع دي وقعت، على الرغم ان انا حليتها كذا مره بس وقعت برضه، بس مش مشكله تمام. فركز في الحوار ده، ركز في هو بيقول لك ايه اصلا في المسألة. طيب اخر نوع خالص من المسائل، اخر نوع خالص من المسائل، مسألة طبعا ده برضو كله لسه احنا في الخطأ، مين رقم كام؟ ثلاثة. احنا شرحنا الكاليبريشن الامبيشن كونديشن واللي فيه نوع مسائل بتاع الحرارة والميس الاينمنت ايرور، وده في نوع اخر نوع خالص من المسائل اللي هو خدنا منه الانجريف والديل. اخر نوع بيقول لك ايه؟ الميجرنج بتاع الدايمتر سلندريكال كومبوننت. لو انت عندك عايز تقيس الدايمتر بتاع شغله معينه، خلاص؟ طيب فحصل ان انا اداه القياس اللي انا بقيس بيها هتميل، سواء بقى كان مايكروميتر او حاجه، الشغلانه كانت مايله، فانا للاسف ما عرفتش اجيب العمودي على سطح الشغلانه كام عشان اخلي البتاع يتركب بشكل عمودي، فجبت الشغلانه خليت كمان الايه، جهاز القياس بقى مايل عليها مش بقى عمودي، المفروض جهاز القياس يبقى عمودي على سطح الشغلانه اللي هقيس عليها، صح؟ في الوضع ده قال لك جميل، فين الترو؟ انا هقيس السلندريكال ده وانا معايا، انا بقول لك يعني انا لو هشيك على الاجهزه اللي عندي هديك اسطوانه بالشكل ده، واقول لك الاسطوانه دي الدايمتر بتاعها اصلا 50. شوف لي الجهاز اللي انت بتقيس ده، هل العامل اللي معاك كفاءته كويسه، وهل الجهاز ده، ولا لو العامل طلع كفاءته كويسه وفعلا الزاويه صغيره، هل الجهاز ده شغال صح ولا غلط؟ تمام؟ تمام.
يبقى فين الترو؟ الترو هو الديامتر الفعلي، ده الترو، يعني الترو هو المسافة دي. طيب فين الايرور؟ قال لك الايرور هو هيقيس بين ايه؟ بين الفكين بتوع الجسم ده، فلما يقيس بين الفكين وهو وضعه مايل كده يبقى ده كده الطول الايه؟ اللي فيه ايرور، اللي هو ال ميجرد او الدي ميجرد، هنسميها ال ميجرد برضه. تمام؟ تمام، يبقى ده كده ال المقاسة، بنسميها ال وخلاص. طيب وده كده الديامتر، يبقى المفروض الايرور اللي عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الميجرد ناقص الترو ال ماينس دي. بس انا ما بحبش اسيبها كده، انا بحب اسيبها كلها بدلالة الرقم اللي هيطلع لي من جهاز القياس اللي هو ال ميجرد. تعملها ازاي؟ تقول له والله بص في المثلث ده كده دي ال، يبقى الطول ده بكام؟ ال كوزاين سيتا بالطريقة القديمة. جميل، بس انا عايز من الطول ده الحتة دي بس، فاقول له اه ده ال كوزاين سيتا دي بتساوي ايه؟ بتساوي كذا حاجة، الدي زائد مسافة فوق ومسافة تحت، والمسافة اللي فوق دي هي المسافة اللي تحت، هنسميها 2 الاكس مثلا. طب المسافة 2 اكس دي اجيبها منين؟ قال لك بص ما انت عارف، ما انت بتبقى عارف قطر، انا عايز اجيب دلوقتي خلاص انشغلت ان انا اجيب الاكس اللي هي المسافة اللي فوق دي، ما انت بتبقى عارف قطر مين؟ قطر الميكروميتر مثلا او الجهاز اللي هيقيس، بتبقى عارف القطر بتاعه. فالحتة دي عبارة عن كام؟ نص القطر دي على الاتنين. تمام؟ تمام. والزاوية دي قال لك برضه بسيتا، تجيبها ازاي سيتا؟ ممكن اقعد اشرحها لك حساب مثلثات، مش فاضيين. تمام؟ او سريعا عشان برضه ما حدش يقول لك ايه؟ اهي لا ما تقولش سريع دي سيتا، هي حلو. بص دي سيتا اهي، دي سيتا ودي قائمة، ده مثلث قائم، الحتة دي كده مع دي قائمة، فيبقى دي كام؟ 90 ماينس سيتا. خلاص؟ وديت 90 برضه دي قائمة في المثلث ده، يبقى دي بسيتا. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا دي جت سيتا منين؟ بسرعة بس، من يعني غير أي حاجة. المهم، فاحنا نرجع تاني ان احنا عايزين نجيب الاكس دي ومعانا الدي على الاتنين، ومعايا الزاوية دي بكام؟ بسيتا. ده الوتر وده المقابل، يبقى مين اللي هيجمعهم؟ ساين سيتا بتساوي كام؟ المقابل اللي هو الاكس على الوتر اللي هو الدي على الاتنين. يبقى انا لما عاوز الاكس عبارة عن دي على الاتنين، اشيل دي واحط دي على الاتنين ساين سيتا، الاتنين هتطير مع الاتنين، يتبقى لي ايه؟ دي ساين سيتا. يبقى ال ال كوساين سيتا دي عباره عن دي زائد دي ساين سيتا. طب انا كنت عايز مين اصلا؟ كنت عايز اجيب الدي هي اللي دلاله في حاجه تانية، يبقى الدي بتساوي ال كوساين سيتا ماينس دي ساين سيتا. تمام؟ تمام. ارجع اعوض بقى في الايرور، الايرور ده بيساوي ال ماينس دي، يبقى ال ماينس ال كوساين سيتا، طبعا المفروض تبقى ماينس وتفتح قوس، كوساين سيتا ماينس الدي ساين سيتا وتقفل القوس، انا هخليها ماينس وهغير الاشارات على طول، يبقى ال كوساين سيتا ودي كانت ماينس تبقى دي زائد دي ساين سيتا، تاخد ال عامل مشترك تبقى ال افتح قوس واحد ماينس كوساين سيتا زائد الدي ساين سيتا. هو انا لما اعرف صحيح الايرور ايه اللي ممكن اعمله؟ اقول لك اه لما تعرف الايرور ممكن ساعتها تطلع القياسات اللي عندك بالشكل الخاطئ ده وتنقص منها او تزود عليها قيمة الايرور باي طريقة ايا كانت. تمام؟ وتعمل ايه؟ وساعتها هتروح تبعت القياس الحقيقي للشغلانة، حتى على الرغم ان انت مش عارف، بس انت عارف الايرور اللي موجود في الجهاز عندك، جبت عينة معروفة وعارف ان الجهاز عندك فيه ايرور معين، فخلاص انت كده كده كل مرة هتبعت القياس الحقيقي للشغلانة، فاهمني؟ لانك عارف ان الخطا مش في الشغلانه ذات نفسها، الخطا فين؟ في القياسات اللي في بتاع الجهاز القياسي اللي عندك. خلاص؟ طيب المهم ده كده طلع قيمه الايرور. قال لك ايه اللي يختلف؟ قال لك بص ده كده نفس الايرور اللي احنا كنا بناخده في المسالتين اللي فاتوا لو تفتكر، ال في واحد ماينس كوزاين سيتا كنا بنسميه كوزاين ايرور، فده كده كوزاين ايرور. الدي ساين سيتا ده قال لك اسمه ساين ايرور، خلاص ده الساين ايرور وده الكوزاين ايرور، الكلام ده فيه مشكلة؟ ما فيهوش مشكلة. ايه بقى المشكلة هنا؟ قال لك هو كان عمال يشرح فكرة كوزاين ايرور وساين ايرور، لو جيت انت على الآلة الحاسبة وحولتها الراديان، تمام، وجيت تكتب كوزاين بوينت زيرو واحد مثلا، لما تحول الحاسبة لراديان اهم حاجة، وعملت كوزاين بوينت زيرو واحد
هتلاقي بتطلع لك بوينت 0.1، بوينت 0.1 ديريديان كده مش ديجري، اسف هتلاقي بتطلع لك، اسف معلش انا اسف، هتلاقي بتطلع لك واحد لو جيت تعمل تقريبا بواحد، لو جيت تعمل على الحاسبة حولتها، امسك الحاسبة بتاعتك واكتب شيفت مود وحولها لأربعة، شيفت مود واضغط على أربعة اللي هي الريديان، واعمل كوزاين بوينت 0.1 هتلاقي بتطلع لك واحد تقريبا. خلاص طيب، لما تيجي تحط الواحد ده هنا في القانون ده ايه اللي يحصل؟ دي تطير، ما هو واحد ماينس واحد بصفر، يبقى القيمة دي تمام. طارت. طب ولما تيجي تعمل على نفس الآلة حاسبة بنفس الوضع بتاع الريديان ساين بوينت 0.1 اللي هو زاوية صغيرة قوي، مين اللي هيتبقى؟ هتلاقي دي بتطلع لك تقريبا بوينت 0.1. خلاص جميل، يبقى الدي بوينت 0.1 هو ده الاكبر ايرور بيطلع عندي، لان التاني ما بيطلعش ايرور اصلا. يبقى لما انا بميل زاوية الميل بتاع الدايمتر، مين اللي بيسبب لي الخطأ اصلا؟ ما انا مش هميل زاوية 80 درجة، مفيش حد بيميل، احنا عاملين دي بس كده عشان الشكل، لكن فعلا الزاوية ما بتميلش ميلان كبير. انت بتميل مين؟ بوينت 0.1 مش عارف نص ديجري، ده يوم ما تتمعظم يعني نص ديجري دي كده كبيرة اصلا، فانت الزاوية ما بتميلش منك قوي يعني. خلاص، فيبقى اللي بيأثر المؤثر الكبير هو الساين سيتا، فيبقى الساين ايرور هو المور سيجنيفيكانت زان مين؟ الكوزاين ايرور، لان الكوزاين ايرور في الزاوية تمام. الصغيرة بتقول لواحد واحد ماينس واحد بصفر دي طارت، لكن دي في الزاوية الصغيرة بتقول ان نفس الزاوية، فدي هتديني رقم، هو ده الايرور. تمام. نيجي على الاكزامبل اللي هنا ونحل الاكزامبل اللي في الشيء. طيب في الاخر انت عشان تحفظ القانون اعرف ان هو نفس القوانين القديمة، هتزود عليه دي ساين سيتا. خلاص طيب، الدي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدايمتر بتاع مين؟ بتاع جهاز القياس. نيجي نقرأ المسألة دي. في المسألة دي بيقول لك لو الميجر، لو انت بتعمل ميجرنج لدايمتر اوف سلندريكال كومبوننت والدايمتر ميجرنج باي دايمتر ميجرنج ماشين، وكان في ديس الاينمنت او ميس الاينمنت بانجل 50 ب 5، يبقى السيتا ب 5، ده اول معطى. اهم حاجه في البتاع دي انك تطلع المعلومات عن طريق اللي هو بيقوله لك. وبيقول لك ان في بين الانفل والمايكروميتر، اللي هو دي اللي كانت بين الانفل والمايكروميتر، الانفل دي اللي هو الفك اللي بيقيس بيه، تمام؟ بين الانفل والمايكروميتر ظهر ان في زاويه 5 ديترماين انديوسد اللي هو الايرور، ديترماين الايرور يعني ان ذا ميجرمنت اوف ذا كومبوننت دايمتر، تمام؟ ديو تو ذيس ميس الاينمنت، يبقى احسب لي الخطا اللي ظهر بسبب الميس الاينمنت ده، لو انت كان الميجرد سايز، مين الميجرد سايز، الخطا ولا الحقيقي؟ ده الخطا، الخطا ده اللي هو بمين؟ ال تمام. بيساوي 50. انا قست وكان في زاويه 5، ولما قست كان الميجرد سايز ب 50 ملم. عند الدايمتر ما واحسب لي برضه، عايز يحسب الايرور واحسب لي برضه معاها الدايمتر مين؟ لا هو بيقول لي بعدها معلش، الدايمتر مايكروميتر انفل كان بكام؟ ب 5. 5 دي بتاعت مين؟ الدي سمول، الدي سمول بالظبط بتاعت الاداه. حلو، يبقى الدي بتساوي كام؟ 5 ملم. لما اجي اكتب هفتح القانون عادي جدا، ان انا عندي الاي، يا اما تقول له الاي بتساوي ال ماينس دي، يا اما تقول له بتساوي اللي انت حافظه ال في 1 ماينس كوزاين سيتا تمام. زائد الدي ساين سيتا، وتعوض، عوض بقى عن ال دي، ما انت عارف ان دي ال ب 50، وعن الكوزاين سيتا ب 5، وعن الدي ب 5 والساين سيتا ب 5 تاني، يطلع لك ان الايرور بكام؟ بالقيمه دي. طيب منها تعرف تجيب الدايمتر؟ اه اعرف اجيب الدايمتر، ما هو الدايمتر ده اصلا الايرور كان عباره عن ال اصلا ماينس الدي، يبقى انا لو عايز الدايمتر يبقى عباره عن ال ماينس ايرور، او هو جابها بشكل عكسي قال لك ما انا عارف ان الدي دي كان القانون بتاعها عباره عن ايه؟ كنت بقول لك ان القانون بتاع الدي ان هي مشتركه بين ال كوزاين سيتا، اطرح منها قيمه الاتنين اكس، قيمه الاتنين اكس دي اللي هي يعني هي كانت ال كوزاين سيتا هي اللي بتساوي الدي زائد. خلاص يبقى هنا هتبقى دي ناقص الدي ساين سيتا، ايا كان دي ساين سيتا، انت عارف ان التكمله دي ساين سيتا، كنت بثبتها لك فوق ان الدي بتساوي ال كوزاين سيتا ماينس دي ساين سيتا، جت منين؟ ان ال كوزاين سيتا في الاول هي اللي بتساوي الدي زائد دي ساين سيتا. خلاص، فيبقى الدي بتساوي ال كوزاين سيتا ماينس الدي ساين سيتا. تمام. بعد كده حسب الدايمتر،
فطلع بالكوميدي وقال لك ان الايرور عباره عن ال اللي هي 50 ماينس الدايمتر وخلاص وراح دماغه. ده اللي انا كنت بقول لك في المسائل اللي فاتت لو تفتكر، ان لما بقى معاك ال ال الميجر ومعاك ال اللي جبتها من خلالها عشان تخش القانون ده، طب ما انت معاك كده كده الترو والميجر، يبقى الميجر ده ماينس الترو خلاص وهتطلع الايرور. تمام تمام حلو، تعال نحل بس المسألة دي كده اتحلت. هي نفس المسألة اللي في شيت بس باختلاف بسيط قوي، جملة واحدة هتقلب لك المسألة كلها. قال لك ايه؟ لو انا عندي الميجرنج اوف الدايمتر كومبوننت نفس الكلام، وحصل ميس الاينمنت ماليش دعوه، سيبك 3 ب 5 ب 4 مش فارقه، الثيتا ب 4 بتوين الانفر مايكروميتر. تمام، اف الميجر دايمتر، لو الدايمتر المقاس اوف الكومبوننت از اف ذا ميجر ذا ميجر دايمتر اف كومبوننت از 20، لا هي دي هي ال ال بتساوي اسمه 20.397 خلاص ده ما فيهاش حاجه، وده دي هي. لكن في الدكتور كان بيقول ان هو في امتحان مش متذكر بقى كده، في امتحان كان بيقول له ايه، اف ذا ترو دايمتر او اف ذا دايمتر، يعني اداله اف ذا دايمتر اهو في الكومبوننت الدايمتر الجاهز، الدي بتاعت الكومبوننت تبقى قد كذا خلاص، فاختلفت تمام. عشان كده. هتاكد بس من حل الشيت، ال ال بتساوي القيمه دي، ايوه هي ال ال دي عادي، دي هي هي تمام، دي هي هي المساله دي بالظبط، هتعوض بنفس التعويض ده وتطلع القيم وخلاص، ده في الشيت تمام، الشيت ما فيهوش حاجه، هي نفس المساله دي بالظبط اختها. بس الدكتور كان في المحاضره بيقول ان هو في مساله حط ان هو اداهم الدايمتر الاساسي ما اداهمش الميجر، فالناس كلها راحت ترص المساله على ان هو ال محفوظ ان دي ال وديت الدي ب 5 وديت ب 4 فاهمني، وراح ايوه فلما راح يرص اصلا غلط، لان دي الدي مش ال، فانت لو هو اداك الدي هتروح تجيب منها ال ازاي، ان ال كوزاين سيتا كانت اصلا في الاساس بتساوي الدي زائد 2 الاكس، ال 2 الاكس دي كانت عباره عن الدي ساين سيتا، فانت معاك الدي اهي ومعاك الدي سمول ومعاك ساين سيتا، وتعرف تقسمهم كلهم على كوزاين سيتا هتطلع قيمه ال، يبقى ال ماينس الدي يديك الايرور خلاص. بس مش متذكر بقى لو قابلتها في امتحان ولا حاجه وجاي نحل امتحانات هبقى ايه اقول لك عليها، هقول لك عليها. طيب الحاجه الاخيره، احنا كده خلصنا قد ايه؟ زي ما انا كنت متوقع يعني، تمام ما فرقتش كتير، هي نفس الساعه. المهم بما ان بقى نكمل الساعه تمام، وناخد اخر حاجه بس عشان فيها اثباتات القوانين دي تمام. في نوع ثالث الرابع من الخطا، وده اللي انا هقوله بس عشان فيه اثبات مش اكتر، هو ما جاش عليه مسائل بس عشان جه اثبات. فالنوع الرابع بتاع اللوكيشن اهو في الميجرد كومبوننت خلاص. طيب الباقي ده كله حفظ، يعني مش حفظ اللي هو كلام نظري، لكن ده فيه اثبات برضه. اللوكيشن اهو في الميجرد بوينت بيقول لك ان انا الموضع بتاع الشغله، ممكن لو انا على سطح خشن مثلا مش مستوي ولا حاجه، تلاقي ان السطح دوت رفع للشغله، ده اسمه حتى لوكيشن فولت، خطا في السطح، رفع للشغله اللي عندي بمقياس معين، المقياس ده هنسميه ايه، زائد لحد ما نوصل للسنسور بي. تمام تمام طيب السنسور ده انت كنت ظابطه على السطح بتاعك، كنت ظابط السنسور هنا ان السطح ده هو الصفر، جميل، الداتا من اللي عنده ده هو الصفر، انت ظبطت السنسور على كده، يعني انت بتعرف تظبط السنسور اللي عندك على الموضوع ده، فين الموضوع صفر حطيت له السطح ده هو الصفر. فجيت لما الشغله دي مالت، والميلان برضو خفيف خالص، حصل لها ميلان بشكل خفيف بسبب الاي والبي او بسبب الرايش اللي هنا دي تمام، ايه اللي حصل، السنسور لما جه قرا ما قراش الطول اللي هو المفروض يقراه اللي هو ال ال ده، المفروض كان يقرا السكنس او الطول ال ال ده تمام، ما قراهوش، امال قرا مين، قرا من عند الصفر لغايه ما طلع فوق، هو من عند الصفر لغايه ما طلع فوق دي كده الميجرد بتاعه بكام، ايه زائد البي اللي موجوده ده كده الميجر، ده ال ميجر ايا كان هتسميها، اما هنسميها ال بس كده. امال الترو هو مين، هو السكنس، هنسمي دي كده ال ميجر عشان نفرق، الترو هو السكنس اللي هو ال ال ده الترو خلاص، يبقى في اي وضع هي الميجرد ناقص الترو، الايرور هيساوي a بلس البي ماينس الترو اللي هو ال ال، واحنا ما بنحبش نخلي a و b، ما انت ما تعرفش قيمه a و b دول بكام، لكن احنا نخليهم داله في حاجه معينه، الحاجه اللي معينه اللي عندي اللي هي مين، ال اللي هو القيمه الحقيقيه، ممكن اخليهم كده، وعندي برضه اقدر اعرف السنسور بتاعي على بعد كام، على بعد اسمه سي، السنسور بتاعي على البعد ده. طيب قال لك حلو، ال A دي لو انا عملت مثلث كده هنا، المثلث ده الصغير ده وسحبته بره، الضلع القائم هنا ده بكام،
هو الايه صح؟ مش ده الايه؟ ودوت البعد بتاع السنسور، وانا بعرف اجيب البعد بتاع السنسور لان كنت مظبط اصلا السي ان سي المكنه بتاعتي ان هي تقرا ان ده الصفر بتاعها، فعارف تقرا هي على بعد كام. خلاص؟ طيب فبقى عندي الايه وديت الزاويه بتاعت الميلان اللي اسمها سيتا، فبقت الايه بتساوي كام؟ المفروض ديت مقابل على مجاور بتان، يبقى تان سيتا بتساوي مقابل ايه على مجاور سي. يبقى انا لو عايز ال A تبقى عبارة عن سي على تان سيتا، صح؟ سي تان سيتا، اسف، سي تان سيتا مش سي على، سي تان سيتا ضرب الطرفين، سي تان سيتا، تمام؟ صح؟ يبقى انا عندي ال A عبارة عن سي تان سيتا. الكلام ده فيه مشكلة؟ معايا ولا ايه؟ اه معاك. تمام. طيب عشان فاهم حاجة ولا الموضوع رخم؟ ايوه عم فاهم، طيب انا عشان، حافظه. طب وعشان اجيب البي، قال لك بص البي هي القطعة دي، هو الطول ده صح؟ خليها باللون تاني، هو الطول اللي جوه الرسمة بالطول ده كده، اللي هو الطول الرأسي لمين؟ للسنسور. ايوه والال، ركز عشان تجيب ال دي دايما صح، ال دي هي طول عمودي على الخط الافقي، فتروح عامل لي طول عمودي، اي طول عمودي كده على الخط الافقي، عارف ان ديت عمود، لحظة اهي كده، دي كده عارف ان هي عمودي هنا، يبقى ال L هي عبارة عن طول عمودي على الخط الافقي، فتروح لاسم كده مثلث طالع في دي ان ديت عمودي، وساعتها تبقى ال B هو الطول ده. يبقى الطول ده بكام؟ ده ال L، ما هو طول عمودي على الخط ده عمودي هنا اهو 90، يبقى لازم يبقى هنا ب 90 درجة لازم، خلاص؟ فديت ال L. يبقى انا والزاويه دي هي السيتا برضو بحساب مثلثات عبيط ايا كان، فمش هنقعد نتطرق ليه. الزاويه دي هي سيتا برضو، ادي السيتا اللي عندي، وديت ودي 90، يبقى دي 90 ماينس سيتا، ودي 90، يبقى دي سيتا تاني، خلاص؟ يبقى ادي سيتا. يبقى انا عندي الزاويه دي بتحصل بين المجاور والوتر، كوزاين سيتا بتساوي مجاور ال على وتر بي. يبقى لما عوز البي هو عباره عن ال على كوزين سيتا، يبقى البي اللي عندي ال، والسيك سيتا دي يعني على كوزين سيتا، خليها على كوزين سيتا زي ما، خلاص؟ تمام. يبقى انا عرفت اجيب البي، اطرح من الكلام ده كله، اطرح منه الايه؟ ال. يطلع لي ان انا هسحب ال عامل مشترك واحد، يطلع لي كوزين سيك سيتا اللي هي كوزين سيتا ماينس واحد، كوزين اسف، واحد على كوزين سيتا ماينس واحد، تطلع لي 6 سيتا ماينس واحد، وديت التان. التان بتحمل ساين، واحد يقول لي بتحمل كوزاين، بس هي بتحمل ساين في الاساس، فبنسميها ساين ايرور. والسك واحد على كوزاين بتحمل كوزاين، يبقى هنسميها كوزاين ايرور. طيب عشان تقلل الايرور ده، عشان اعمل تقليل للايرور ده، قال لك اعمل السنسور انه يقيس من ناحيتين، عشان لو جات لك في الامتحان تعمل السنسور انه يقيس، تروح راسم له رسمه كده ان السنسور بيقيس من ناحيتين. انا عملت ايه في الحاله دي؟ هو كده كده اعرف اقيس المكان بتاع السنسور، نفس الكلام اعرف اقيس السيو، كل حاجه، بس انا حصرت السنسور انه يمسك مين بس، يكون ماسك الوضع بتاع الشغلانه اللي هو البي، ويهمل الايه، اوكي تمام؟ حلو. يبقى ساعتها الميجرد اللي عندي هيكون البي ناقص ال. تمام. العلاقه بين البي والال هقول له هي دي تاني، والال هي العمودي، وتحصر تلاقي ان البي عباره عن ال على كوزاين سيتا اللي هي ال 6 سيتا، خلاص؟ تاخد ال عامل مشترك اوكي تديك 6 سيتا ناقص واحد، اللي هو انت اهملت الترم بتاع الساين. وليه حاول هو يهمل الترم بتاع الساين ده؟ عشان احنا قلنا ان الساين ايرور هو اللي بيديني القيمه الاقوى للايرور، لكن الكوزاين كل ما بتقرب كل ما مالها، يعني الكوزاين هنا لو دي واحد على كوزاين، كل ما هتصغر كل ما هتبقى بواحد، خلاص؟ يبقى واحد على واحد فيها الواحد، يبقى الايرور كله هيطير كأن مفيش ايرور، يعني الايرور هيبقى ضعيف قوي، تمام؟ تمام. تمام. دي المحاولة اللي عندي، آخر حاجة خالص في الشابتر، تمام؟ بعد كده بقى الباراليكس اللي هو الزغللة، إن أنت لازم تظبط عينيك، والإلاستيك، وإزاي تعمل السيرفس فينش، وبعد كده آخر حاجة الراندوم ايرور، بيشرح لك بس إيه الراندوم ايرور اللي عندك دي، كلها اقرأها أنت في البيت مع نفسك.